بايدن وإدارته في حالة أزمة حقيقية الآن، أزمة حقيقية وخانقة. الحزب الديمقراطي أمام خسارة تاريخية في موضوع الانتخابات الرئاسة والكونغرس إذا لم يحدث تحرك سريع من أجل إيجاد مخرج من الأزمة. لذلك هو يعني انظر إلى وجهه شاحب جدا في هذا اللقاء، وهو وسع دائرة الزيارة، زار كل الأطراف القادرة على التأثير، بدأ في تركيا حتى يعني كانت تركيا طوال الوقت زار المنطقة 6 مرات، هذه المرة الأولى التي يبدأ في تركيا، وبالتالي دخل تركيا مرتين من في 6، لكن أن يبدأ في تركيا كانت رسالة للبحث عن مخارج. كل هذه المخارج هو يريد أن يعني ينقذ حزبه، لكن عنده أزمة ما بين هويته الشخصية وما بين هويته الجمعية. هويته الشخصية اللي هي العائلة تبعته عائلة صهيونية، وعائلة الكبرى قبيلته هي قبيلة الحزب الديمقراطي. وهنا كما يقول علماء الاجتماع عنده في حالة، إحنا بنواجه حالة تجزء هرمي.